قبل ما نضرب هادشي بغيت ندير واحد التعليق سريع بدا الموضوع اللي من بعد تكلمت على المساله ديال الاخوان ديالنا المغاربه مساكن اللي تم تهجيرهم والاعتداء عليهم وطردهم في 1975. تعليقات ديال الجزائريين وفي تويتر البارح تيكتبوا وتيقول لك وهذا الموضوع وضحنا لهم في اكثر من مره في اكثر من مناسبه. انا تكلمت مع الجزائريين على الهواء مباشره وكنتكلم معهم على القضيه ديال 73 تيقول هو المغرب في 73 دارها الجزائر غير ردت عليه 75 سمي مجلس اولا عامين جلستوا عامين باش ترطوا عامين يعني الجزائر ما كنعرف الرد حتى في حتى في حتى في الدفاع الشرعي مفهوم الدفاع الشرعي في القانون الدولي او المعامله بالمثل في البلاصه خاص يكون اني ويكون متناسب يعني مثلا هذا الشروط ديال الدفاع الشرعي في القانون الدولي واحد الدوله اعتدت عليك خاصك من حقك تعاملها بالمثل من حقك ترد تدافع على راسك ولكن الدفاع الشرعي اول شرط فيه هو يكون اني في البلاصه لا ما كانش في البلاصه كيقول الانتقام والانتقام مجرم انتقام مجرم عموما الانتقام مجرم الدفاع الشرعي هو يكون اتفق على جنائي اتفق على جنائي في اي بلاصه في العالم جيتي لها اي دوله في الدنيا اي نظام جنائي في اي بلاصه في العالم انت كتحسب الدفاع الشرعي ولا كان في البلاصه يعني جايك واحد بغى يضربك كترد عليه في البلاصه يعني كتدافع على راسك في البلاصه الدفاع الشرعي خص يكون اني الا ما بقاش اني تعطل كيولي انتقام كيولي سلوك انتقامي والسلوك الانتقامي مجرم الانتقام جريمه بحال بحال الجريمه الاصليه يعني واحد جا مثلا ضربك ومشيتي واحد المده عاد رجعتي انتقمتي منه بحال السلوك اللي درتي انت بحال السلوك اللي دار هو يعني حتى في قوانين الجنائيه في القانون الجنائي يعني سول اي محامي اي رجل قانون اي طالب قانون يشرح لك الهضره تفهمها فهمها مزيان ما يمكنش تدازت عامين عاد انت باغي عاد كدير الرد عامين انت عاد دير الرد يعني ما يمكنش انت تقول هذا راه سلوك عادي جدا. الحاجه الثانيه هو التناسب هما تيقولوا دابا تيقول لك المغرب جرى لهم على شحال تيقولوا هذيك الارقام بعدا كيشيروا فيها والمره تيقولوا المغرب ما تعاملش الا مع بعض الحالات يعني ما وصلش حتى ال 100 شخص وانا جاي اصلا ماشي جزائريين اصلا المغرب ما كانش كيتعامل مع الجزائريين هذوك اللي في 73 كلهم المغرب ما هجرهمش تهجير قصري وما جراش عليهم بالعكس كاين شحال ديال الجزائريين شحال ديال الجزائريين اخوان الصوت مسموع ياك الاخوان الصوت مسموع كتسمعوا الصوت ديروا ليك العلامه ديال الصوت بزاف الجزائريين من بالنسبه ل 56 المغرب كيقول الجزائريين كيعطيهم الممتلكات كيعطيهم هبات المغرب عطى هبات للجزائريين منهم بوضياف منهم بوتفليقه داروا مازال كاين لدابا يعني بالعكس عمر المغرب ما تعامل مع الجزائريين على هذا الاساس. المغرب في 73 ماشي في 73 زيد لكم هذه الخطوه المغرب راه من 62 بدا خدام في المشروع ديالاش ديال المغربه ديال الاراضي الزراعيه ديال الممتلكات ديال المعمرين اللي هما كانوا ممتلكات ديال الفرنسيين يعني كان كينزع الملكيه ديال الفرنسيين يعني بالنسبه لهم بقايا ديال الاستعمار كيطردها كيطردها بشويه بشويه مشروع وطني علنوا المغرب وعلنوا من العوده ديال غفور الله محمد الخامس. فهذوك اللي المغرب جرى عليهم ماشي جرى عليهم هو نزع الملكيه ديالهم بطريقه قانونيه دار القانون وهذيك نزع الملكيه شكون اللي كان كيتعامل معاه كان كيتعامل مع فرنسيين انتوما درتوا القانون ديال الجنسيه ديالكم في 63 وكانوا بزاف ديال الجزائريين في المغرب اللي هما قبل من 62 ما كانوش جزائريين ما كيعتبروهمش مغرب جزائريين. هذا الموضوع مازال نرجع ليه بالكثير من التفصيل لانه كاين اتفاقيه وقع المغرب مع الجزائر سميتها اتفاقيه الاستيطان المشترك او الاستيطان المتبادل اللي تتعلق بالجزائريين في المغرب وتتعلق ولكن انت اصلا درتي 63 القانون الجنسيه ديالك وبزاف الجزائريين اللي كانوا خارج الجزائر ما بغيتيش تعطيهم جنسيه ما بغيتيش تعتبرهم مواطنين جزائريين راه انت اللي عندك مشكل ماشي المغرب. المغرب تعامل مع فرنسيين بالنسبه لي فرنسيين هذو وانتم الان كاينين فرنسيين جزائريين ما بغيتوش تعطيهم جنسيه جزائريه الان اللي هما الحركه شنو مشكلتكم مع فرنسا اصلا في الموضوع ديال الحركه يعني تخيل معي انه في حين تعداد ديال الجزائريين اللي في المغرب اللي ساكنين راه مساكنين راه ساكنين معنا راه ما كاينش انا كل نهار تقدر تصاطح مع جزائريين تلقى جدو كان جزائري وباه كان جزائري وكان هنا في المغرب وصافي ما بقاش مشكل ما بروجي مشكل ما مطروحش مشكل هذا الموضوع ما مطروح مشكل بالنسبه للمغرب يعني دوك اللي كتحجوا بهم في 73 ده موضوع اخر ما عندوش علاقه اصلا بالقضيه اللي كطرحوا في 75 نتوما 70,000 عائله يعني 350,000 انسان اللي هجرتهم سميتو المسيره الكحله ردا علاش على 350,000 مغربي اللي مشاو في المسيره الخضراء وضغطوا على اسبانيا واسترجعوا المغرب برضو فما تبقاو تخلطوش من الملفات عم تبقاوش تخلطوا من الملفات مع بعضياتكم هذاك ملف وهذاك ملف في 73 في العام 73 اللي المغرب
غادي يدير هذاك الاجراء ديالو ديال الاستيراد ديال الاراضي ديالو من المعمرين الفرنسيين لا اقل ولا اكثر. كنتو كتشوفوا ما درتو حتى شي ردة فعل حتى شي تعليق حتى ما قلتو حتى حاجه في هذا الموضوع نهائيا. في 2002 و2003 داروا لجان ودرسوا هذا الموضوع وقال لك نقول لنا شكون هما الجزائريين اللي المغرب كيقول لك نقول لي شكون هما الجزائريين اللي المغرب اعتدى عليهم كيف فين شنو هجروا تجاه قصر لا استولى على الاراضي ديالهم لا شنو شكون هما بعد اولا توا كاع دوك الجزائريين ديال 73 حتى واحد فيهم ما عطيتهمش جنسيه اصلا ما كتعتبرهم جزائريين دوك فرنسيين. والمغرب كان كيدير اجراء تقني ما غيبقاش واحد هو جزائري والمغرب كيعرف جزائري الدوله الجزائريه ما بغاتش تعمل معاه ما بغاتش تعطيه الجنسيه الجزائريه وهو فرنسي بمعنى الوجود ديالو الاستمرار ديالو انا داك في استغلال ضيعات زراعيه ولا ممتلكات زراعيه للدوله المغربيه خدامه على مشروع ديال المغرب ديال القطاع الزراعي ديال هذيك الساعه تقول لا راه حالي انه وصول جزائري ما يمكنش اعتبروه هما الاستعاجه الجزائريين كان غادي مع المغرب اجراء اخر اي باش هذا موضوع شيء ثانيا 73 ما علقتوش عليه وما رضيتوش درتو ردة فعل نهار 75 والموضوع اللي درتو في 75 ما كانش رد على 73 الموضوع اللي درتو في 75 كان رد على المسيره الخضراء اي باش ما تبقوش تضحكوا على الناس وتضحكوا على الوقت